عايز اروح بقى لحباب والتنظيم بتاع المنتدى. خليني اتفق معاك على انه التنظيم فعلا حلو، يعني انا اول مره اجي السنه دي، ما كان ليش حظ جيد السنين اللي فاتت او النسخ الثلاثه اللي فاتت، بس انا مبسوط. لكن كنت بقول لك ايه على الصبح، قلت لك انا كنت احب ان احنا يبقى في عندنا القدره ان احنا نقدر نحضر كل الجلسات قدر الامكان، ما فيش خلاف، كل الورش الى اخره. النهارده مثلا كان في الجلسه تحديدا بتاعت حقوق الانسان، فقالوا لنا لا يا جماعه الحضور مقتصر على المتحدثين. فانا حتى قعدت دخلنا في مناقشه، قلت لهم طب ليه؟ قولي انت عارف علشان الاعداد والتباعد الاجتماعي والكورونا. طب ما احنا يعني ساعدونا شوي نطهر يعني اعملوا اي حاجه، نكتب تعهدات ان احنا لو حد حصل له حاجه يعني مش هيلوم اداره المنتدى. لكن بالنسبة للإدارة بتاعة التنظيم بشكل عام، انتوا اشتغلتوا عليها ازاي؟ وبتبقوا اكتر حاجة حريصين عليها ايه غير مسألة الكورونا؟ تمام يا فندم. طبعا زي ما سيادتك اشرت، بس انا هذكرها تاني، انا اسف، ان كان اهم حاجة بالنسبة لنا ان يبقى فيه ان كل الضيوف اللي هيجونا نبقى ضامنين 100% ان يرجعوا بإذن الله احسن ما جم بإذن الله. فطبعا زي ما حضرتك ذكرت ان كان في تباعد، او في يعني مش كل الجلسات مثلا ساعة القاعة مثلا لو 2000 ف يعني بنقلل، بنخليها 1000 ولا بنخليها 500؟ لا بنخليها 1000. فده طبعا كان اول هدف لينا. بالنسبة للتنظيم طبعا احنا ابتدينا من بدري، والغريب ان اللي قدم لنا السنة دي، يعني السنة اللي فاتت تقريبا قدم 300,000 متقدم للمنتدى ككل، السنة دي برغم جائحة كورونا اتقدم 500,000. 500,000 شاب من جميع بلدان العالم، من 100 كده زيادة 66% بالظبط، من 196 دولة ما شاء الله حوالين العالم. واللي تقدم للنموذج بشكل خاص كان 7,000 شاب. طبعا استقبلنا الطلبات، وكان في فيديو قصير كده لمدة 30 ثانية المتقدمين بيحكوا فيه عن خبرتهم وعن ليه عايزين يشاركوا. والصراحة يعني احنا كنا في حيرة كبيرة جدا، لان الناس كلها كانت يعني كان في ناس كثيرة جدا هايلة جدا. وابتدينا عملية الفلتريشن، وبعد الفلتريشن عملنا انترفيوز اونلاين للمتقدمين. بعد يعني بعد 7,000 عملنا فلتريشن، وبعد كده عملنا الانترفيوز، واللي يعني تأهل للمشاركة كان 115 مشارك في نموذج المحاكاة. حلو جدا. بيمثلوا طبعا 47 دولة عضو، 8 اعضاء مراقبين، زائد 15 منظمة او يعني NGO اللي هي المنظمات الاهلية القومية، وخمسة NHRIs او المجالس القومية وهكذا. ده غير طبعا ايه كان في ناس يعني متقدمين اتنديز اللي هم جايين عايزين ياخدوا خبرة ويعني يشوفوا الاكسبيرينس عاملة ازاي عشان بإذن الله السنين الجاية يشاركوا. بس وابتدينا بعد كده، بعد ما اتقبلوا طبعا بقى في بروسس طويلة جدا، من حجز الطيران للتأكد. طبعا هو من اول ما بيقدموا بيبقى لازم في بروف اوف فاكسين او يعني دليل على اللقاح بالظبط كده. وطبعا ابتدينا بعملية التيكتنج او هنستقبلهم ازاي بالتسكين، لوجيستكس طبعا يعني مش هقدر اتكلم عنها يعني بسرعة، فسريعا كده تيكتنج، تسكين، انتقالات، تدريب، وده كمان كان بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية. وغلاستنا كصحفيين لا ازاي يا فندم، لا لا لا، معروف ان احنا اغلس مهنة في التاريخ. لا بالعكس، لو مش عاوزين نسمع كلمة لا 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 او ما ينفعش. لا بالعكس يا فندم، والله يعني بتشرفونا دايما، وانتوا اللي بتنقلوا الصورة بقى الحقيقة للتعب ده كله. يعني الواحد بعد ما بيتعب، والله احنا ممكن حقيقي في الاسبوعين اللي فاتوا دول الواحد بينام ساعتين مثلا وبيقوم عادي مكمل، علشان خاطر عارف ان مجهوده ده في الاخر يعني في تأثير طبعا ايجابي على الناس كلها، فبيدينا على طول الموتيف ان احنا على طول مكملين. والشباب بصراحه اللي زي الورده اللي جولنا، والله كلهم احسن من بعض، حتى واحنا في العربيه جايين يعني قاعده بتقول لي انا ما كنتش متخيله قد ايه، يعني ما كنتش متخيل خالص ان ممكن يبقوا كل الناس المشاركين اولا عندهم العلم، هذا القدر من العلم، زائد ان هم عندهم السوشيال انتليجنس او ان هم في ذكاء اجتماعي بالظبط. طب